مظاهرات حاشدة حول العالم كله بتطالب بمحاسبة هذا الكيان المحتل على جرائمه، وبتحاول انها تدعم وتنتصر لأهل فلسطين. امبارح اقتحم بعض المظاهرين مطار في جمهورية داغستان التابعة للاتحاد الروسي. وليه الناس بقى اقتحمت المطار؟ لان هم عرفوا ان في طيارة جاية من دولة الاحتلال، من الكيان المحتل الى بلدهم، وبالتالي الناس دي غضبانه وشايفه اللي بيحصل على الشاشات، وشايفه ان دول ناس داعمين لقتلة الاطفال، فاعلنوا رفضهم لممارسات دوله الاحتلال، وقرروا المتظاهرين ان هم يرفضوا نزول اي شخص من الطياره دي لدولتهم. ووصل الامر بيهم ان هم دخلوا المطار واقتحموه زي ما هنشوف في الفيديو اللي معانا دلوقتي، وكمان بعضهم كانوا واقفين بره المطار بيفتشوا جوازات سفر المسافرين اللي لسه واصلين عشان يتاكدوا ان مفيش ولا واحد فيهم جاي من الكيان المحتل. زي ما شفنا غضب المتظاهرين واقتحامهم للمطار، والطياره دي كانت جايه زي ما قلت لكم من اسرائيل ونزلت ترانزيت في داغستان، ومفروض انها كانت هتكمل بعد كده لروسيا. ونظرا لغضب الناس قرروا ان مفيش اي شخص من الطياره دي هيدخل بلدهم، وقاموا باقتحام المطار. وطبعا بعد اللي حصل ده السلطات في داغستان اضطرت لانها تعلق بعض الرحلات من والى المطار حتى السيطره عليه وتامين الركاب، تأمين ركاب الطائرة، هو ما تم بالفعل. ولكن الفيديو كام أو الفيديوهات، خلينا نقول لأنه هو مش فيديو واحد، انتشرت بشكل كبير جدا على منصات التواصل الاجتماعي في العالم كله، وأنا استعرض معكم دلوقتي جزء من التعليقات على الفيديوهات واللي حصل في داغستان. وأول تعليق معنا من حساب باسم عاطف اللي قال: العالم ثائر ضد الكيان الصهيوني المجرم بعد ما رأوا من جرائم ضد الإنسانية في غزة، أبشروا فإنما يحصل كله بأمر الله سبحانه وتعالى، وهو مقدمات لحرب التحرير بإذن الله، والكيان لن يكمل العقد الثامن لاحتلاله لفلسطين. أحمد برضو كان شايف إن كل اللي بيحصل ده بسبب إسرائيل ذات نفسها، فقال لك: ما تقوم به إسرائيل شيء فظيع جدا ضد الفلسطينيين المدنيين والأطفال، ولا يمكن لأي إنسان سوي أن يرضى بهذا الإجرام والظلم. الإعلامي أحمد منصور أيضا علق على الموضوع وقال: الهروب الكبير من إسرائيل، ما حدث في مطار داغستان أمس يؤكد على حجم الهزيمة النفسية التي يعيشها الإسرائيليون، فكل إسرائيلي لديه جنسية أخرى أو بلد يمكن أن يلجأ إليه غادر إسرائيل بحثا عن مكان آمن، ومعظم هؤلاء على الأغلب لن يعودوا مرة أخرى، فإسرائيل لم تعد دار أمان للمحتلين. تعليق آخر من حساب باسم أحمد رشدي اللي قال: الصهاينة صاروا منبوذين ومكروهين ومغضوب عليهم من كل شعوب الأرض هنا داغستان. آخر تعليق معانا من حساب باسم الواحة العراقية اللي قال إنها عفوية الشعوب، مهما حاولوا يطمسوا القضية الفلسطينية إلا أنها تبقى في القلوب. بالفعل استحالة إن هم يطمسوا القضية الفلسطينية في قلوبنا، وبالعكس كمان نقدر نقول إنه في ظل وجود وسائل التواصل الاجتماعي وفي وجود الإنترنت ومع صبر أهل فلسطين وثباتهم ومقاومتهم والتخطيط العظيم اللي بيعملوه والتفاعل العظيم مع أو من كل العالم مع القضية الفلسطينية ونشرها بشكل واسع، كل ده بيؤدي في آخر لنتيجة واحدة، كل ده بسبب مجهودكم ومجهود طبعا أهلنا العظيم في أهل فلسطين لفتح الاحتلال الإسرائيلي وإظهار حقيقته للعالم كله، ورفض أي شخص عنده ولو قدر بسيط جدا من الإنسانية لهذا المحتل. وبالتالي بإذن الله قريبا تحرر فلسطين بأكملها.